مدينة حقة من على قلعة القاهرة في محافظة حقة. هذه قلعة القاهرة، هذه مدينة حقة، هذه مديرية حقة. هنا هنا نجرة، وهذه مديرية مبيان الشغادرة. الشغادرة هنا، قلعة أثرية من أيام الدولة العثمانية، وحصلت فيها استحداثات أيام حكم الأئمة اليمن قبل حوالي أكثر من 80 سنة. تصوير قوي لمدينة حقة من الأعلى. مناظر خلابة لمدينة حقة من هنا من قلعة القاهرة. القرية هذه كان أم السديدة، هذيك الضفير، الضفيرة القرية حق علي الثاني أحمد حقهم القرية هذه. ما بين كلها، ما بين كلها، ما بين هذه هيك السنتر هذا والنص بالضبط اللي في الجبل هذا. ايه، وهذا المحطة في الجاهلية هذا. سابر هذا الحين انت بتشوف ثلث المدينة. طب ما بتطلع فوق القصر كامل، تطلع فوق القصر، يطلع معاهم داخل القصر قبل ما يغلقوا.